مرحبا. طقس شتوي متقلب ممطر عم بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط، الحراره عم بتكون منخفضه خاصه على الجبال، رطوبه عاديه، البحر متوسط الموج وحراره 116 درجه. واليوم طقسنا غائم بسحب مرتفعه مع انخفاض بسيط بدرجات الحراره وتساقط امطار متفرقه ببعض المناطق مع ثلوج على ارتفاع 1400 متر، وبيتدنى مستوى تساقط الثلوج ليلا الى 1200 متر. نسبة تساقط الأمطار ببيروت من أيلول حتى اليوم 425 ملم، بينما السنة الماضية 285 والمعدل العام 390. ومنبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل الليلة على الساحل 12 على المرتفعات 5 بالبقعة درجتين والأرز 5 تحت الصفر، وجولة أخرى على درجات الحرارة اللي رح تسجل اليوم ببعض المناطق اللبنانية 14 ببينو شر درجتين وراس بعلبك 8، جعيطة 14 وعين سعادة 13. على الجبال إذن درجات حرارة متدنية مع ثلوج على ارتفاع 1200 متر وما فوق، ورطوبة عم تتراوح بين 50 و80%، حرارة سطح الماء 16 درجة، وسرعة الرياح بين 20 و35 كيلومتر بالساعة، والرياح عم بتكون جنوبية غربية. كيف رح يكون الطقس اليوم واليومين اللي جايين؟ الليلة أدناها 12 أقصاها 16، نهار الأحد بتتراوح بين 12 و16، والتنين بين 13 و17 درجة. وهلأ منشوف درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. عمان 12، دمشق 10، رياض 18، تونس 12، والجزائر 11، روما 9، باريس 5. وهيدا كان كل شيء. باي.